الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال وجهه أحد الإخوة عن علماء السلاطين الذين يزينون لهؤلاء السلاطين أعمالهم الشريرة القذرة الخارجة عن شرع الله. طبعا تسمعون في بعض الفضائيات من يأتي ويقول اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث الذي بعثه الألباني وإن كان أخذنا على ظاهره نقول هذا يقصد فقط أنه حاكم اجتهد فقال عليك الحق فقال اجلدوا لأنه ظن هكذا ثم أخذ مالك وأعطى لغيرك لأنه اعتبر أنك أخذت من مال الآخر فرجعه. فعلى هذا يؤخذ، غير هذا يخالف هذه النصوص. استمعوا، يعني هذا الحديث بيجيبوه دائما، أخاف إذاعات السعودية. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في البيعة العقبة الكبرى قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهل أن الخلفاء حكام المبايعين يعني. قال إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. شو الكفر البواح؟ الظاهر والشائع، يعني يصير قانون. الكفر قانون، مثلا ربنا حرم الخمر يحطوه بالقانون مباح، مشروبات روحية بعام ماضي كله هكذا صار تقريبا. حرم الزنا يقول لك هذه عبارة عن حرية شخصية. حرم الربا يقولوا فائدة، يعني الآن بنوك الربا تحت مآذن المسجد الحرام على فكرة، اللي بيحب يعني يتعرف أكثر. حرم العمالة بالكفرة بمعنى الولاء في آيات كثيرة، هذه اللي قضية الولاء والبراء اللي الغوها من الكتب وممنوعة، والله سبحانه وتعالى يقول فيها وهي نصوص قطعية الدلالة والثبوت كما يقول علماء الأصول. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى بقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ما له علاقة بالله، ولا يعني مناصرة معارضة وحب أقول لك يعني في اتفاقيات بيننا. ثم يقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس له الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون يبتغون عندهم العز النصر. يقول لك احنا جبناهم ننتصر على العراق إذا بتذكروا حلفوا جل المشايخ وقعوا لهم على ذلك، عملوا مؤتمر في مكة. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم شو حكمه؟ الردة، فإنه منهم يعني مثل اليهود والنصارى. ثم نأتي مثلا حديث إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. طبعا هذا رواه أحمد وقال الهيثم في مجمع الزوائد رجال الصحيح. وحديث قال عليه الصلاة والسلام لتأخذن على يد الظالم ولتأخرنه على الحق أطرا ولتخسرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم عن حكام. شوف كيف هذا تهديد ترى. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وقال هيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني والرجال الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك الإمام رواه مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه. نتعاقبنا ليش بالسابق على ابن علي وغيره سكتين عليه وظل يعمل فينا البديات وكذلك العشيم في ظل الأنظمة الجبرية الحالية لأنه ساكت عليه يعني بدعيك التمرد. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. وكذا قال عليه الصلاة والسلام سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، يعني بتشوف شغلات غلط وبتنكرها فمن نابذهم نجا وقفلهم يعني تصدارهم بالقوة نجا ومن اعتزلهم سلم
ومن خالطهم هلك. هذول حكام، هذول علماء السلاطين اللي بخالطوا الحكام الآن، وين مكان وين مكان؟ فلذلك هذا أيضا صححه الألباني هذا الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث اللي جبنا لكم إياه اللي هو اسمع وأطع من أخذ مالك من جهة، طبعا هذا في إضافة ضعفه الألباني، وإذا أخذناه بنفسره على التفاسير اللي بتنسجم مع هذه الأحاديث. فلذلك كان أول من خرج على الحكام الظلمة والتوريث بالذات، يعني ما كانوش بس عندهم كفر بواح. الحسين بن علي خرج في العراق على يزيد بن معاوية، وكذلك خرج عبد الله بن الزبير في مكة، وخرج عبد الله بن حنظلة الغسيل في المدينة. دول الصحابة خرجوا على من إنه فيش توريث، قال ارجع للشورى. طب كيف اللي بيشوف الكفر البواح الآن؟ شو نعمل؟ سقف لهم ونصير نقول تلاقي هذول بعض المشاكل انتوا عندكم مش موجود، يمكن احنا بالشام بيجعلها أبراج، هذا بيحط على راسه اللي منين جابوها؟ بعرفش رسول ولا بس هذا بقى جابوها من فاطميين يمكن أو من العثمانيين، لفات طويلة أبراج وبهز لك براسه. ماذا بصير تقعر بعضهم بالحكي زي تبعون علماء مصر؟ ماذا تقول يا ولد؟ هذا ليس هؤلاء متقعرون متفيتهون، هذول اللي حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما الانسان السلس الهين اللين المقبول عند الله سبحانه وتعالى، بتصنع شيء، بتصنعوا بنافق كمان، بتصنعوا بنافق. ولذلك السعوديه بتلاقي لك اياه بيطلع بقول لك ولي الامر، اطع ولي الامر لا تخرج عليه، لان هذا خروج على الاسلام، ومن جاهد فهو من الخوارج. الله اكبر. وبيختاروا لي واحد خصوصي يوم يجي بعرفه، يا اخي اختار واحد مقبول، لان الرسل لم يبعثوا الا بمنظر جميل. أنت بتخطب ملايين المسلمين تسمع هذا يفتي بشكل غريب؟ خوارج خرجوا على أمريكا وعلى عملائها، خوارج يحبسون في السعودية اللي بقاتلوا في العراق والأفغان. بس لما أمرتهم أمريكا يقاتلوا الأفغان، يقاتلوا الاتحاد السوفيتي، الجهاد واجب في سبيل الله فاخرجوا إليه. الآن نفسهم حطوهم بالسجون. منهم ربيع المدخل، كلهم كثير كثير الآن مليئة السجون. إذن اللي بدجل باسم الإسلام غير حتى العلماني المعلنة علمانية مطلقة، هذا تقول علماني، أما هذا باسم الإسلام وبوقف لك جيب سلاطين علماء السلاطين يصدوا لك. احنا أمة عزيزية لأخواني، اللي برضى المذلة من نفسه غير مكره بدخل النار، ولو كان بصوم وبصلي وبحج وبزكي. شوف الآية القرآنية اللي هي يقول علماء الأصول قطعية الدلالة قطعية الثبوت، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. ليش قالوا لهم السؤال هذا؟ لأنه جاي معه كتابه صلاة صوم حج زكاة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذا السؤال. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفو غفور. ليه؟ قال له انت جاي؟ قال له انا كنت قابل الاستضعاف. وبعدين قال له ليه ما هجرت؟ واحنا شو بنقول عن الهجرة؟ لا هجرة خالص وسلم بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفر. فانتم كنتوا بعمل جيد، انتم الجيل المرحوم في اهل تونس، واحنا ان شاء الله الجيل المرحوم في اهل الشام حتى ننهي الوضع، لانه اللي سكت والله ما بنعرف شو بيصير فيه. قول لك بقدرش حط راسك هيك عندنا في الشام مثلا بين الروس، قول يا قطاع الروس وينها موجودة؟ هذه تتنافى مع العزة، وربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. احنا أمة العزة، مش احنا بنقول كراحة ربعية من عامر على كسرى. شو قال له؟ قال له جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. صرنا احنا مستعبدين. راح بيحكي لكسرى هذا الكلام، قال طب جيبوا غيره، لو بيحكوا زيه جيبوا غيره. يعني شو بدكم يا عمي؟ طب احنا بنعطيكم أكلكم وشربكم كل سنة وبتشتغلوا معنا، شو اللي صار فيكم؟ قال وين إجانا دين غيرنا؟ احنا كنا هذول بتحكي عنهم انتهوا. فأنتم الجيل الآن، الجيل التونسي الحديث، تأبون الذل إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله ستكونون معنا في تيار موحد في كل العالم العربي ثم الإسلامي، حتى ننهي بقايا الكفر في العالم الإسلامي ونعيد نعيش في ظل دولة إسلامية تؤدي بنا إلى الجنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
إذا سرنا في هذا الطريق فالموعد أين؟ أين؟ الموعد في مقعد صدق عند مليك المقتدر على سرر المتقابلين. سنلتقي يوما عند ربنا لننظر كيف كان حالنا هنا. فالثبات الثبات، والإقدام الإقدام، وحي على الجهاد، حي على إقامة دولة الإسلام يا إخوتي، والسلام عليكم.